عالم اشرار من هم بروح على هم ومن ساعة ما جاب التليفون ده هو مش منيم يا حاج لله عايز انام. اسمع انت بس وركز في الكلام. هو قرآن اركز في الكلام ركز انت. انت تلقاك مش فاهم حاجة ولا عارف مين اللي لما يغني ده اصلا. اما تسمع وخلاص. اسكت طيب. انا مرضاش اسمع الاغنية غير لما اعرف مين اللي مغنيها. طب لو جدع قولي لما يغني ده اسمه ايه ولا مين هو ده. ده واحد اسمه مصاصة وجايب مشاهدات كوم الايام دي. مين؟ مصاصة؟ اول مرة اسمع الاسم ده. ده مين مصاصة ده؟ طب ثواني هوريك. يا واد يا احمد. يا واد يا احمد. بص اسمع الاغنية دي شوف مين لما يغنيها قول لي اسمه. هنساهم وابعد عنهم خلاص خدت القرار. ده مش اسمه مصاصة؟ مصاصة؟ اسمع عصام صاصة يا بابا. صاصة مصاصة كل واحد. صح يا حاج. تعال قول لامك عاملانا عبيط مش هنعرف اسمع. تعال عرفها ان ابوك سميع يا ابني. يا واد يا احمد. ايه يا ماما؟ اسمه ايه يا احمد اللي ابوك سمعك صوته ده؟ اسمه عصام صاصة. ابوك كان بيقول عليه مصاصة جاي. يا احمد مش الاثنين دول واحد؟ ايوه بابا كلامه صح. ايوه يا بابا الاثنين واحد. جدع والله يا احمد. احسن حاجه فيك ان انت متاخده على قد عقله. عقله خف.